تفاصيل مؤلمة وكواليس أبكت العيون لما حدث للطفل الأردني الصغير، لكن ما حدث بعد ذلك فاجأ أسرته ووالديه، ومثل تعزية ولو معنوية عن الخسارة التي لن تعوض. فما القصة؟ ستأتي المدرسة ولن يعود إلى مدرسته. بتلك الكلمات تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث المؤلم للغاية الذي وقع لطفل صغير، والتي ستبقى ضحكته البريئة في أركان منزله. ذكريات مؤلمة لولدي على وقع الفاجعة التي سيطرت على المشهد. القصة تعود إلى الطفل عبد الرحمن عمار الذي لم يشفع له عمره من مغادرة الحياة، حيث رحل عن عالمنا على إثر حادث في منزله في عين الباشا في محافظة البلقاء، وسط حالة من الحزن التي خيمت على العائلة وأهالي المنطقة. الطفل الراحل ترك ألعابه وترك هول المشهد المؤسف في الوقت الذي نعاه نشطاء بعبارات مؤثرة داعين لعائلته بالصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. ووفق نشطاء فإن المنزل شهد حادث نشوب لهب جراء تسرب غاز، وهو الأمر الذي تسبب للأسف في رحيل الطفل، فيما بشرت من جهتها الأجهزة الأمنية التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. عبد الرحمن عمار سيغيب إلى الأبد في مشهد يفطر القلوب على وقع الحسرة والألم. في مقابل ذلك تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع قصة الطفل المأساوية والذي غابت طفولته وغابت أحلامه الوردية، وسيبقى مكانه خاليا ولكن وجوده في قلوب محبيه حاضرا. وانتشرت صور الطفل الذي راح ضحية الحادثة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه الكثير من الأشخاص سواء من كانوا يعرفونه أو لم يكونوا يعرفونه، وسط استذكار لحركاته الطاغية في المنزل وحارته التي ستفتقد لعبه. بدورهم طالب رواد مواقع التواصل بتحقيقات مكثفة وشاملة لمعرفة ملابسات ما حدث ومعاقبة أي شخص تورط فيما جرى للطفل الصغير إن كان هناك من تسبب في ذلك. بينما عاد البعض وتحدثوا عن ضرورة انتباه الأسر لأبنائهم ولا سيما الأطفال الصغار حتى لا تقع مثل هذه الحوادث. صحيح أن الأعمار بيد الخالق عز وجل، لكن هذا لا يلغي ضرورة الحيطة والحذر والانتباه للأطفال. في حين رأى آخرون أن حوادث تسرب الغاز قد زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستوجب من الجهات المختصة أن تقوم بعمل معاينة دورية وإجراءات احتياطية للتأكد من سلامة كافة خطوط الغاز في المملكة. في حين دعا جميع المتابعين للطفل بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان. وأنت، هل تعتقد أن هناك تزايداً ملحوظاً في حوادث تسرب الغاز أم أنها مجرد حالات فردية؟